شباب الجزائر الوفي لعهد الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار يصنع التميز بأعمال مخلدة لتاريخنا المجيد وذاكرتنا الوطنية، تثميناً لمجهودات نخبة اليوم من الكفاءات الشبانية المبدعة. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تنظم حفل تسليم جائزة أول نوفمبر في طبعتها 28، وذلك يوم 14 من يناير 2024 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.